السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شخباركم؟ رجعنا لكم بفيديو جديد من لعبة فري فاير. لا تنسون اللايك والاشتراك، خليكم ويا الفيديو. رجعنا لكم يا اخوان بفيديو جديد من لعبة فري فاير، لا تنسون اللايك والاشتراك يا اخوان. الفيديو اليوم طبعا كلش جميل وقوي يا اخوان. اول بداية نروح الى البروفايل ونراويكم اللقب العراق رابطه. تصنفنا مثل ما سمعتوا يا اخوان، تصنفنا بالكلان او الرابطه 100 على العراق. نجي يا اخوان نأكد لكم، ندخل قائمة المتصدرين. قائمة المتصدرين لحروب الكلانات عندنا اول كلان متصنف للعراق اللي هو كلان بس ثواني YABA ما اعرف هذا. ثاني كلان اللي هو كلان حنطاوي، وثالث كلان اللي هو شاكاكي اللي هو داخل شراكة، ورابع كلان يعني هذا، وخامس كلان اللي هذا. والمهم يا اخوان ننزل هنا، سبحان الله يعني صنفنا المية على الحاف. ننزل يا اخوان ثواني، حطوا لايك واشتراك. مثل ما تشوفون اعلى ليفل متصنفين مجمعين 4180 متصنفين المية. اذهب الى مثل ما تشوفون يا اخوان صنفنا اقوى اعضاء ثلاثة بالكلان، بغدادي واني كرار ودوما اللي هو عضو من الكلان. يا اخوان سنجي لكم ونشكر ونقدم شكر خاص للي شاركوا بحروب الكلانات. شكرا لبغدادي، وشكرا لياسر، وشكرا لي، وشكرا لوسام، وشكرا لسي ار سفن، وشكرا الكريم، وشكرا الكي ار امين، وشكرا لليوتيوبر عماد تحية خاصة، وشكرا الى مهدوية، وشكرا الى هذا الشخص بحبك، وشكرا الى ليسا والى حسنين والى ابو جحن، وشكرا الى نسر والى هذا ما اعرف شنو اسمه وهذا يسنو ما ادري ايش، ايضا شكرا اليه، وهذا الشخص ايضا شكرا اليه، وهذا ما اعرف ايش بس ايضا شكرا اليه، وهذا اخر شخص ايضا شكرا اليه. بس يا اخوان عندنا يعني كميه ما مشاركين ساو نقدر ناخذ توب قوي. بس المهم يا اخوان شكرتكم واحد واحد، واشكركم من جديد، شكرا على التفاعل القوي. الكلان حاليا 44 عضو، ماكو بس شخص واحد نقدر نستقبله. ويا اخوان هاي الاعضاء شكرا لكم كلكم، مو بس اللي ساهموا، بس اتمنى الجميع يساهم بحروب الكلانات. فيا اخوان قربنا كلش من ليفل 6، بس ما لحقنا ندخل لان باكر اثنين واليوم احد، فاسف ما نقدر ندخل ليفل 6. فمثل ما تشوفون يا اخوان هسه من ندخل فريق، من نجي ندخل فريق ثواني، مثل ما تشوفون اللي هو العراق رابطه 100. بس يا اخوان بعدنا ان شاء الله بس اقدر اجيب جواهر، راح اغير الكلان واسميه مثل ما قاعد تشوفون هسه، راح اسميه نجي كي ار تيم ان شاء الله يا اخوان. هذا اسم الكلان جديد بس ثواني، بس يعني يا اخوان من يصير عندنا جواهر نقدر نغير حاليا ما نقدر، لان يريد جواهر ثواني. حسنا يا اخوان هو هذا الاسم الكلان، بس يريد جواهر. انا اصلا حاليا عندي 351، للي يسأل على الجواهر ان شاء الله راح ينزل لكم فيديو باكر اللي هو حرق البويا باس. يا اخوان ان شاء الله بالاسبوع الجاي ندخل توب 80. فشكرا لجميع الاشخاص اللي ساهموا برفع الكلان وشاركوا بحروب الكلانات، فحطوا لايك واشتراك، ومع السلامه. نلتقيكم بفيديو جديد، ونختم الفيديو بصلاه على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد.